السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الماث برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، وده طبقا لاخر تعديل حصل على المنهج من كتاب المعاصر. النهاردة هناخد اخر درسين في يونت 1 او الوحدة الاولى اللي هما ليسون 9 و 10، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليسون 9 وليسون 10 زي ما عرفنا، هو طبعا الميزة في الكتاب اللي احنا بنذاكر منه ده هو ان هو فيه امثلة كتير قوي، وبيدي لك امثلة توضيحية في اول درس. احنا بنراجع، احنا بنحل مع بعض، احنا بنشرح مع بعض ونحل مع بعض الامثلة كأنك بتاخد درس خصوصي. وعرفنا ان احنا بناخد هوم وورك كل مرة، وبناخد كل مرة مجموعة من الدروس نحل عليها الهوم وورك دي. ان شاء الله نخلص المنهج قبل نهاية الترم الاول، بحيث ان احنا نكون مخلصين كل حاجة ورانا. لازم نحل الواجب اللي علينا والهوم وورك بتاعنا علشان خاطر لما نيجي ناخد الدروس الجديدة ما يبقاش ورانا اي حاجة. طبعا ليسون 9 وليسون 10 لسه بنتكلم عن اللينثس او الاطوال، وهنا بيقول لك وهنا بيقول لنا reviewing measuring lengths او مراجعة على قياس الاطوال. فهنا بيقول لنا remember المتر والسنتيمتر and millimeter are three units او ثلاث وحدات of measuring lengths لقياس الاطوال. The length a tool of any object لأي عنصر doesn't change ما بيتغيرش if it measured in meter or centimeter or even millimeter. الحاجة طولها ما بيتغيرش لو قسناها بالمتر او بالسنتيمتر او حتى بالمليمتر، كده كده طولها ما بيتغيرش، بس الوحدة نفسها بتوضح لك هو بالوحدة دي يعتبر قد ايه، طوله قد ايه. علشان كده مش عايزين ننسى ان المتر equals 100 سنتيمتر وان ال 1 سنتيمتر 10 مليمتر. طبعا دي حاجة مش عايزين ننساها، ودي حاجة لازم نحفظها صم زي اسمنا. وبيقول لنا هنا التري دي او الشجرة الجميلة دي في بتساوي طولها 5 meters او 5 متر. الولد الجميل ده طوله 130 سنتيمتر. اما الكتاب ده العرض بتاعه الويث بتاعه او الطول بتاع العرض بتاعه 6 مليمتر. وعرفنا ان المليمتر ده بنقيس بيه الحاجات الصغيرة خالص، اما السنتيمتر بنقيس بيه الحاجات المتوسطة الطول، اما المتر بنقيس بيه الحاجات الاطول شوية الطويلة شوية زي التري الكار البيلدينج الحاجات الاطول شوية. النهاردة هنحل بعض الاكسرسايزز او الامثلة، علشان ده زي ما قلنا ريفيوينج على الميجرينج لينثس اللي هو ليسون 9 وليسون 10، وناخد كمان الاكسرسايزز الموجودة على اليونت كلها، وان شاء الله المرة الجاية ناخد يونت 2 ونبتدي في يونت 2 مع بعض. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا الاكزامبل الموجود قدامنا بيقول لنا هنا تشيك او ضع علامة ترو او صح قدام الطول الصح الخاص بكل اوبجكت او بكل عنصر. فهنا بيقول لنا رينج ضع دائرة يعني the estimating length الطول المقدر الطول الصحيح بتاع كل اوبجكت من الاوبجكتس دي. فهنا عندنا التشير، التشير ده المفروض الطول بتاعه بيبقى 80 سنتيمتر يعني 80 سنتي، ولا 80 متر يعني 80 متر 80 متر، يبقى 80 سنتيمتر ولا 80 متر؟ 80 سنتيمتر 80 سنتيمتر، لان هو فعلا مش هيبقى اكتر من كده، فهو هنعمل رينج او دايره حوالين 80 سنتيمتر. طب البص الجميل ده طوله 6 مليمتر ولا 6 متر؟ 6 متر 6 متر، يبقى هنعمل حواليه رينج زي ما قلنا من شوية. طيب بالنسبة للبي الجميلة دي او النحلة الجميلة دي اللينث بتاعها او الطول بتاعها 10 سنتيمتر ولا 10 مليمتر؟ 10 مليمتر 10 مليمتر، لان هي انسكت واحنا عرفنا ان المليمتر بنقيس بي اللينث بتاع الانسكتس لانها كلها صغيرة. طيب الفريم او البرواز الجميل ده اللي فيه الصورة الجميلة دي طولها او اللينث بتاعها 50 مليمتر ولا 50 سنتيمتر؟ 50 سنتيمتر 50 سنتيمتر، صح، لان هي
كبيرة شوية، فاحنا هنشوفها ونعلقها على الحيط فهيبقى طولها كده، لان ال 50 مليمتر هتبقى يعني يعتبر 5 سنتيمتر اللي هو حاجة صغيرة خالص مش حاجة كبيرة. طيب اللامب دي او المصباح ده اللينث بتاعه 30 سنتيمتر ولا 30 متر؟ 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر او 30 سنتيمتر. تعال نروح على الاكزامبل اللي بعد كده، خليكم معايا. اكسرسايز 6 او التدريب السادس، وهنا طبعا بيقول لنا على ليسون 9 و10. اقرا. Measure the length of each string, then arrange from the shortest to the longest. هتقيس طبعا كل string او كل خيط من الخيوط دي، رولر بتاعتك يعني، وبعدين هترتبهم من الصغير shortest to the longest للأطول. ده هو homework. هنا بيقول لنا Measure the length of each crayon then complete. طبعا انت هتقيس طول الاقلام التلوين دي الكريونز دي، وبعدين هتعمل complete، هتكمل الجدول ده. بيقول لك طبعا الجرين اللينث بتاعه قد ايه، اليلو اللينث بتاعه قد ايه، وهكذا. فانت هتكتب هنا الاطوال بتاعتهم، وبعدين بيسألك تحت بيقول لك The color of the longest crayon is. طبعا لون اطول قلم تلوين هو، هتشوف طبعا اللي هو الاورنج احنا بشايفينه بعيننا كده، بس احنا لسه ما قلناش طوله قد ايه، فهنكتب هنا اورنج. وذا كولر اوف شورتست كرايون از، اقصر واحد فيهم هتعرفه وهتكتب اسمه هنا. هو شكله طبعا يعتبر اليولو بتاعي يعني. وده هوم ورك. طبعا هنا بنحول بين الاطوال المختلفة، فبيقول لك هنا choose the correct answer، اكتب الاجابة الصحيحة او اختار الاجابة الصحيحة. 3 سنتيمترز equals نقط مليمتر equal قد ايه بقى؟ 30. 3 ولا 30 ولا 300؟ 30. شاطر. 30 طبعا زي ما احنا عارفين كلنا. 24 سنتيمتر equals نقط مليمتر equal 240 مليمتر. ماشي شاطر صح كده. 70 مليمتر equal نقط سنتيمتر. 7 سنتيمتر، لان السنتيمتر الواحد بيساوي 10 مليمتر. طيب 500 مليمتر equals كام سنتيمتر؟ 50 سنتيمتر صح. طيب ال 5 متر equal كام سنتيمتر؟ 500 سنتيمتر. تمام. طيب ال 200 سنتيمتر equal كام متر؟ 2 متر، لان المتر الواحد بيساوي 100 سنتيمتر. طيب نقط سنتيمتر بتساوي كام مليمتر؟ 60 مليمتر. 6 سنتيمتر. طيب النقط مليمتر بتساوي 7 سنتيمتر كام؟ 70 صح. طب ال 10 سنتيمتر equals كام مليمتر؟ 100 مليمتر. تمام شاطر. طيب 3 plus 2 سنتيمتر يعني 5 سنتيمتر equals كام مليمتر؟ equals 50 مليمتر صح. 6 متر plus 3 متر بتساوي كام سنتيمتر؟ 900 سنتيمتر صح. 900 سنتيمتر. طيب ال 40 مليمتر plus 30 مليمتر بتساوي كام سنتيمتر؟ 7 سنتيمتر. شاط صح كده. عندنا طبعا true or false او صح وغلط، ده homework. وكده عندنا homework الاكسرسايزز اللي موجودة على الوحدة كلها، لانها تدريبات سهلة خالص لازم تحلوها. احنا كده اخدنا النهاردة لحد page 67 في كتاب المعاصر ماس. المرة الجاية هنبتدي مع بعض chapter 2 او الدرس chapter 2 او الفصل الثاني، وفي 10 lessons هناخد برضو جزء منه ونحل عليه الاكسرسايزز بتاعته. واتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو.
الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.